تحياتي لكم، أهلا وسهلا. أكيد لازم أتكلم معاك في الأول على المواجهة المرتقبة طبعا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخصوصا في ظل غياب المهاجم طبعا ليفاندوفسكي. شايف إزاي المواجهة دي؟ بكل تأكيد هي خسارة كبيرة للفريق البافاري، غياب ليفاندوفسكي أحسن لاعب في العالم في الفترة الأخيرة في الموسم الأخير، هي ضربة قوية على الفريق البافاري بكل تأكيد. هناك ساني، كومان، توماس ميلا، جنابري، يمتلك الفريق البافاري حلول ومفاتيح كثيرة وأمكانيات كثيرة ومتعددة قد يعتمد عليها الفريق البافاري، وهانز فليك لابد أن الاعتراف بذلك. عندما ننظر إلى المباراة، اللقاء الأخير بين بايرن ميونخ ولايبتزيغ في الدوري الألماني، ظهر الفريق البافاري بشكل جيد، وكنا نعاني في خط الدفاع. استطاع الفريق البافاري في حل هذه المشكلة وظهر بشكل لائق، ويظهر الآن الاستقرار في خط الدفاع وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام. الفريق البافاري لديه الثقافة بعدم الاعتماد على اللاعب النجم أو الستار كليفاندوفسكي أو غيره من اللاعبين، فيستطيع أن يبني هجمات واللعب دونهم. هذا ما يمتلكه ونعرفه عن الفريق البافاري. عايز أعرف توقعاتك لنتيجة المباراة أو لمباراة بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، خصوصا وأنه يعني الفريق الفرنسي بيرغب أنه يثأر بعد الخسارة بتاعة نهائي الشامبيونز ليج الموسم اللي فات برضو على يد بايرن ميونخ. الفريق الباريسي هو فريق متحمس جدا ولديه فرصة كما ذكرت حضرتك. بالفعل خسارة العام الماضي قد تجعل أو تخلق الفرصة هذا العام للفريق الباريسي، وكما نعلم تخطى الفريق الباريسي المرحلة الأخيرة أمام برشلونة وفاز عليهم، والآن يقابل الفريق بايرن ميونخ. هناك مبابيه، نيمار، لاعبين جيدين، فلوفينسكي، هناك لاعبين متعددين. بسبب كورونا للأسف هناك بعض الغيابات، وقد يؤثر هذا على الفريق الباريسي. على الجانب الآخر هناك أيضا في بايرن ميونخ كما نعلم، ولكن الفريق الباريسي فريق قوي أيضا، لابد من الاعتراف بذلك. أكيد لازم أسألك بقى على مواجهة بكرة، مواجهة بروسيا دورتموند، وهو طبعا فريق ألماني آخر، مع مانشستر سيتي. شايف المواجهة دي إزاي؟ لأنه كتير جدا من التوقعات بتقول إنه مانشستر سيتي بالفريق ده تحت قيادة بيب جوارديولا هو الأقرب إن هو يفوز بالشامبيونز ليج الموسم ده. بكل تأكيد المان سيتي هو فريق الساعة في الوقت الحالي، هو الأفضل، هو الأقوى. أما بالنسبة لي كصحفي ألماني، أرى أن الفريق البافاري بايرن ميونخ هو المرشح الأقدر والأقوى للفوز بالبطولة والمحافظة على اللقب. بكل تأكيد هناك لقاءات مهمة، وهناك نستطيع القول أن ليس في بعض الأحوال ليس للفرق يومها، وهذا ليس يوم فريق ما، قد يحدث ذلك. أعتقد أن فريق بروسيا دورتموند فريق قوي، هو يحتل المرتبة الخامسة الآن ويجاهد ويكافح من أجل الوصول بين الفرق الأربعة الأوائل على ترتيب الجدول من أجل الشامبيونز ليج العام القادم بكل تأكيد. هل تتوقع أن يتأثر مستوى بروسيا دورتموند في مباراة السيتي بغياب نجمه الإنجليزي جيدن سانشو بسبب الإصابة؟ يا بكل تأكيد هو لاعب قوي أيضا ولاعب مهم لفريق بروسيا دورتموند، أيضا هالاند كما نعلم. بكل تأكيد بروسيا دورتموند كما رأينا في المباريات الأخيرة ظهر بشكل قوي أيضا، وهناك
في الدفاع، في خط الدفاع لبروسيا دورتموند بعض المشاكل كما نعلم، ورأينا ذلك في مباراة الدوري الألماني أمام فرانكفورت، عانف بالفعل بروسيا دورتموند. هذا أمر مهم جدا، وهذا اللاعب يمثل قوة كبيرة لبروسيا دورتموند، وقد يتأثر بروسيا دورتموند أمام مانشستر سيتي في المواجهة القادمة. أتمنى التوفيق وأن يحالفهم التوفيق أمام مان سيتي في المباراة القادمة بكل تأكيد. مين ترشح منهم يكون أقرب لأن هو يصعد للمربع الذهبي بالبطولة القارية، يعني بروسيا دورتموند ولا مانشستر سيتي؟ مان سيتي بكل تأكيد، مان سيتي هو الأقوى. طيب كنت بتتكلم أنه مانشستر سيتي بالرغم من في توقعات أنه هو برضو يفوز بالشامبيونز ليج، ولكن أنت شايف أنه بايرن ميونخ هو الأقرب أنه هو يتوج بالبطولة ويحافظ على لقبه، شايف إيه التفوق أو نقاط القوة اللي عند بايرن ميونخ اللي مش عند مان سيتي اللي هي تخليه يقدر أنه هو يفوز بالبطولة ويتفوق على كل الفرق ويقدر يحافظ على لقبه؟ بالفعل كما ذكرت، بالنسبة لي بايرن ميونخ هو الأقوى، هو الأفضل، هو أفضل فريق في أوروبا. مانشستر سيتي كما نعلم هو فريق قوي أيضا، ولكن عندما نقارنه ببايرن ميونخ أرى أن بايرن ميونخ هو الأقوى، لأن كما ذكرت البايرن ميونخ يلعب بروح الفريق، فريق متكامل، فريق يمتلك مفاتيح كثيرة، حتى في غياب ليفاندوفسكي أو حتى مع عودة ليفاندوفسكي سوف يعطي قوة كبيرة للفريق البافاري. أرى أن الفريق البافاري عنده إمكانيات وجودة لاعبين أقوى. مان سيتي هو أيضا فريق مرشح، هو فريق قوي ويلعب بطريقة الاستحواذ بشكل كامل، وهو يمتاز بهذه الطريقة في طريقة لعبه. من وجهة نظري من الصعوبة هو التقييم أو التوقع للفوز. قد كما نعلم كرة القدم هي كرة القدم، قد يعاني بعض الفرق في بعض الأحوال، ويكون هذا ليس يوم مهم، قد يحدث ذلك. من وجهة نظري أن ما زلت مصمم أن البايرن الفريق البافاري هو الأقوى وهو الأقدر بالمحافظة على اللقب هذا العام. اسمح لي أسألك كمان على مباراة ليفربول وريال مدريد بكرة، وهي من المباريات المهمة جدا بالنسبة أكيد للشامبيونز ليج وكمان بالنسبة لنا في مصر علشان محمد صلاح وجوده في ليفربول. شايف إزاي المباراة دي بعد يعني موقعة 2018 والنهائي، ومباراة تعتبر برضو ثأرية زي مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، شايفها إزاي ومين الأقرب للتأهل من ريال مدريد وليفربول؟ بكل تأكيد مو صلاح كما ذكرت حضرتك فعلا تم إصابته في 2018 في النسخة قبل الأخيرة من راموس. أعتقد مو صلاح هو بلا اختلاف، وكلنا نستطيع القول أنه لاعب توب، لاعب كلاسيكي، لاعب قوي، ويستطيع أن يقود ليفربول للفوز هذا العام. أعتقد أن هناك بعض كما نعلم بعض المشاكل وعدم الاستقرار في نتائج وأداء الفريق ليفربول. وعندما ننظر إلى ريال مدريد هناك راموس، هذا العام لا يلعب راموس، في ظل غياب راموس أعتقد بالفعل هو من وجهة نظري راموس هو لاعب قوي، ليس فقط من خط من في الجانب الدفاعي، ولكن أيضا في جانب وسط الملعب وتكملته مع الهجمات وخلق الهجمات، فهو لاعب قوي، فهنا غياب أيضا مؤثر. خليني بقى أخدك لمنتخب ألمانيا وأسألك مين الأقرب لخلافة يواكيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا بعد اليورو وفقا لمصادرك ومعلوماتك؟ لابد أن ننتظر. حتى الآن يورغن كلوب هو المرشح الأبرز لقيادة أو لخلافة يوخيم لوب، ولكن ذكر ذلك بكل وضوح كلوب أنه لا يرغب الآن في قيادة المنتخب الألماني. عندما ننظر إلى مدرب لايبزيغ بالفعل هناك
مدربين في على الساحة في الوقت الحالي مرشحين بشكل قوي. حتى الآن لم يعلن بعد. حتى هانز فليك مدرب البايرن ميونخ محتمل، ربما قد يكون هناك أقاويل كثيرة، ولكن أنا بالنسبة لي كمتابع للمنتخب الألماني فأرى أن الموقف لم يحسم بعد. أعتقد هذا السؤال قد يأتي بعض الشيء مبكرا أو بشكل بدري، لابد من الانتظار. على ذكر يورجن كلوب، شايف انه بعد النتائج الكتير السيئه في الدوري الانجليزي من ليفربول الفتره اللي فاتت، ممكن يكون ده مثلا اخر موسم ليورجن كلوب مع ليفربول، ولا ممكن يكمل، خصوصا ان في اصابات كتير هي اللي اثرت على الفريق وعلى طبعا التشكيل بسبب الاصابات دي؟ بكل تأكيد، ولكن أعتقد أنه قال بكل وضوح أنه سوف يبقى مع ليفربول رغم النتائج، رغم كل شيء، رغم الأحداث الأخيرة. في النهاية أستطيع القول أنه ما زال شاب صغير، يورجن كلوب أقيمه بذلك على تدريب المنتخب الألماني، فأرى ككاركتر وشخصية هو الأفضل له البقاء مع ليفربول، وهذا هو ما أعرب عنه بكل وضوح يورجن كلوب. لا أعتقد من وجهة نظري أنه سيغير ويتولى خلافة لوف ويدرب المنتخب الألماني. هو محبوب جدا في ألمانيا، وكما نعلم أن صورة المنتخب الألماني سيئة بسبب النتائج الحالية، وأعتقد أن كلوب قد يصلح ذلك للجمهور الألماني، ولكن أعتقد سيظل مع ليفربول. أخبار الميركاتو اللي جاية كتيرة جدا، وبنشوف كتير أخبار مين رايح فين، ويمكن بيتصدر المشهد هالاند. الحقيقة موهبة كبيرة جدا، موهبة كتير من الأندية بتتنافس إن هي تحصل على خدماته يعني. وطبعا رايولا وكيل اللاعب بيشوف كل الأندية ووالد اللاعب كمان، شايف مين النادي الأقرب اللي ممكن يقدر يستفيد بهالاند في الميركاتو اللي جاي؟ أنا أرى أن هذا شيء مؤسف بعض الوقت، لأننا كما نعلم أن بروسيا دورتموند لديها مباراة مهمة أمام فرانكفورت في الدوري الألماني وأمام المان سيتي في تشامبيونز ليج. هذا الكلام الكثير قد يؤثر على الفريق بالكامل وليس فقط على هالاند. نحن نقيم ذلك في ألمانيا أنه شيء ليس على ما يرام ما يحدث من والده أو من وكيل أعماله بالجولة التي يعملونها أو يفعلون هذا في هذا الوقت من الذهاب إلى أسبانيا أو غيره، أو يتحدثون مع برشلونة أو هذه المفاوضات. بروسيا دورتموند أعلن بكل وضوح نحن لا نتخلى أو نتنازل عن هالاند في هذا الوقت. ما لا أعتقد من وجهة نظري أن هناك فريق يستطيع حسم أو دفع القيمة المالية، لأننا نعلم ظروف كورونا والتداعيات الاقتصادية على الأندية وعلى الانتقالات حتى في الموسم القادم. بكل تأكيد هالاند لديه عقد مع بروسيا دورتموند وقد يمتد عام أو عامين من الآن أعتقد ذلك، فهناك مباريات مهمة لابد من خلق حالة الهدوء والاستقرار من أجل هالاند ومن أجل الفريق بروسيا دورتموند، لأن هناك مباريات لقاءات مهمة كما نعلم. قد يحدث شيء ما بالفعل في الفترة القادمة، ولكن لا أدري حتى الآن كيف يحدث. أكيد بتفق معاك إنه طبعا يعني الأخبار اللي زي دي كتير تأثر على بروسيا دورتموند، تأثر على هالاند، وخصوصا بعد الجولة اللي قام بيها فعلا رايولا وكيل أعمال اللاعب ووالده. ولكن خليني أسألك، إذا غادر بالفعل يعني هالاند بروسيا دورتموند، شايف إنه قد إيه ممكن الفريق يتأثر بغياب لاعب زي هالاند، صغير في السن، موهبة كبيرة، بيجيب أهداف كتير، قد إيه ممكن يتأثر؟ وهل تعويض هيكون سهل، تعويض غياب هالاند لو ده حصل هيكون سهل على بروسيا دورتموند؟ أعتقد ذلك. هالاند هو لاعب قوي، مهاجم عظيم، وأعتقد أن بروسيا دورتموند في الأعوام الأخيرة فقد لاعبين، ماريو جوتسا على سبيل المثال
ليفاندوفسكي ايضا. ليفاندوفسكي هو احسن لاعب في العالم حتى الان، هو ايضا كان يلعب لبروسيا دورتموند. لا يتاثر بروسيا دورتموند مع غياب اللاعبين، وهذا ده اكبر دليل على ذلك بانتقال النجوم مثل ليفاندوفسكي وجوريسكا الى بايرن ميونخ. لا اعتقد ان قد يؤثر بشكل كبير، رغم احراز هالاند لمعظم الاهداف وهو القائد في الناحيه الهجوميه حتى الان. انا من وجهه نظري بشكل شخصي اعتقد ان هالاند سيبقى ولا بد عليه ان يبقى حتى نرى نتائج اللقاءات القادمه في الشامبيونز ليج والدوري الالماني. كما نعلم راينا المباراه الاخيره امام فرانكفورت، فاز بصعوبه وهو يكافح من اجل التواجد في الفرق الاولى الاربعه من اجل الشامبيونز ليج العام القادم. لا اعتقد ان هالاند بعد لا اعتقد انه سوف يكون خساره ان حدث ذلك، ولكن ما زلت عند رايي انه سيبقى. بالارقام اللي بنشوفها بيحققها هالاند وموهبه كبيره الحقيقه اللي بنشوفها واحنا بنتفرج عليه، والاهداف الحقيقه ان هو بيهدف كتير جدا، نقدر نقول انه هالاند بيحط نفسه ان هو في المستقبل يكون مثلا زي رونالدو زي ميسي، يعني من افضل لعيبه العالم، ونشوفه بيسيطر على جوائز ذا بيست، ولا ممكن يكون لسه بدري على ان احنا نحكم على ده، خصوصا ان هو صغير في السن، فبنتكلم على مستقبله. سؤال جيد. اعتقد اننا اقارن بنيمار ومبابي، سوف مبابي ايضا في هذه او في هذا المستوى، لاعب قوي هالاند مع مبابي لاعبين شباب 20 عاما امامهم مستقبل رائع كبير، هما من افضل لاعبين، هما الافضل لاعبين بالنسبه لي في هذا السن في هذه المرحله. رايت فيديوهات كثيره واتابعهم بشكل جيد، ولكن ان يصلوا الى مستوى ميسي ورونالدو لا اتوقع ذلك بشكل كبير. بشكرك جدا الحقيقه على كل المعلومات والكلام على الشامبيونز ليج، كنت معايا لشاشه قناه الاهلي.